وللحديث عن إعلان الرئيس التونسي تجميد أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومنع العاملين فيه من الدخول، معنا من اسطنبول عبر الهاتف الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلة. أهلا بك معنا أستاذ زياد. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ زياد. الشرطة التونسية كما تعلم تغلق بنفس الطريقة التي أغلقت بها البرلمان أبواب المجلس الأعلى للقضاء وتمنع العاملين فيه من الدخول. بداية، ما الذي يعنيه هذا القرار من الرئيس قيس سعيد؟ يعني أنه قيس سعيد مصمم على الاستيلاء على كل السلطات ووضعها في يد واحدة، وواضح أنه بعدما سطع على السلطة التنفيذية وألحق بصلاحياته اختصاصات السلطة التشريعية المقصودة البرلمان، اليوم قيس سعيد يريد إلحاق السلطة القضائية وتطويعها لإرادته. هنا يعني القرار أنه يريد استخدام القضاء لتصفية خصومه السياسيين. المؤشرات كانت دالة منذ البداية على هذا التوجه. خطابات الرئيس قيس سعيد الذي قاد انقلابا منذ 25 يوليو كانت واضحة أنها تريد تطويع القضاء. كل خرجات الإعلامية لرئيس الجمهورية كانت تتحدث باستمرار يعني نقدا للقضاء، نقد لاذع بأبشع النعوت، اتهام للقضاة. وبالتالي هنا الحلقة الأخيرة في بين قوسين تطويع الدولة، ونحن نشهد انخرام غير مسبوق يعني في على مستوى الدولة التونسية وضرب لوحدتها. ولأول مرة تجمع السلطات بهذه الكيفية وبهذا الشكل. حتى في عهد الاستبداد وفي عهد المقبورين بورقيبة وبن علي لم يحصل هذا النوع من الاستحواذ الواسع وبهذه الشكل على مستوى مختلف السلطات. ما يقدم عليه قيس سعيد سابقة خطيرة في تاريخ الدولة التونسية، ومؤذن الحقيقة بدخول الدولة التونسية في مرحلة خطيرة وخطيرة جدا، قد يكون انعكاساتها كبيرة جدا، خاصة مع اختلال التوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجعل الأزمة تتفاقم وما يجعل حالة الشك تزداد على مستوى الداخلي بين الطبقة السياسية ومختلف المكونات المجتمعية والاقتصادية، وبين كذلك محيط تونس سواء القريب أو البعيد. وبالتالي نحن حقيقة دخلنا مرحلة خطيرة وخطيرة جدا بعد هذا الانقلاب، وبعد خاصة هذا الإجراء الذي يمس في العمق الحالة الديمقراطية ويضرب في العمق التجربة التونسية. يعني هنا السؤال سيد زياد، ما خطورة ضم الرئيس قيس سعيد للسلطة القضائية يعني إلى سلطاته كباقي المؤسسات، خطورة هذه السلطة؟ يعني نتحدث انه هنا لا حاله ديمقراطيه ولا دوله ديمقراطيه الا بقضاء عادل. السلطه القضائيه هي اساس اي نظام ديمقراطي. اليوم الحاق هذه السلطه واعتبارها وظيفه في الدوله هو ضرب حتى للفلسفه العالميه التي بنيت عليها مدونه حقوق الانسان في العالم، انه لا بد من استقلال، من قضاء مستقل يكون الجميع امامه سواسيه، سواء من كان في الدوله او من كان خارج. هذا واحد. اثنين، هو واضح انه الخطوه التي تلي هذه الخطوة هو توظيف القضاء بعد أن وضعه في يده من أجل تصفية خصوم السياسيين. أنا أتوقع أن نشهد محاكمات سياسية وتوظيف للقضاء كما وظف القضاء العسكري خلال الأيام السابقة. الآن سيوظف القضاء المدني وسيختار قضاة بعينهم من أجل معاقبة الخصوم السياسيين ومن أجل ضرب أي محاولة للمقاومة هذا الانقلاب في سواء داخل الدولة أو خارجها. الخطورة تكمن كذلك أن قيس سعيد في خطابه الأخير من يعني أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء في مقر وزارة الداخلية وفي وقت متأخر من الليل، يعني بما يعني اليوم توظيف الأمن والمؤسسة الأمنية في ضرب القضاء، وهذا ضرب يعني احتكاك مباشر بين السلطات واستخدام القوة العنيفة في مواجهة سلطة قضائية الأصل فيها أن تظل مستقلة عن كل السلطات الأخرى. فعلا هناك نحن نشهد اللافت أن هذه القرارات تؤخذ في وقت متأخر من الليل، يعني ما المغزى من هذا؟ نعم، هي تؤخذ في وقت متأخر من الليل ومن مقر وزارة الداخلية، ولأول مرة يعني نرى رئيسا للجمهورية يعني يطلب من الناس النزول إلى الشارع من أجل إمضاء خيار معين. قيس سعيد يبيع وهما كذلك ويروج ويستهلك خطابا إعلاميا أنه من خلال الاستشارة الوطنية التي أطلقها والتي لم يشارك فيها إلى حد الآن إلا بضع الآلاف، أنه أغلب التونسيين مع توجه يقارب 89% يعتبر أنه القضاء
القضاء غير عادل ويجب تغييره. اليوم قيس سعيد يستند على بين قوسين على خطاب ضعيف، على إرادته الذاتية من أجل تكريس صورة معينة ومن أجل تكريس واقع معين سياسي، وبالتالي هنا مكمن الخطورة. وهو يعلم جيدا أنه لا سند شعبي لقراراته ولا سند كذلك واسع على مستوى مؤسسات الدولة لهذا التوجهات، بالنسبة للسند من خلال موقعه يتفرد ويستخدم صفته كقائد على القوات المسلحة حتى يجبر مؤسسات الدولة من أجل أن تمضي في هذه الخيارات التي حقيقة تضرب في العمق وحدة الدولة التونسية واستقرارها. نعم، يعني إذا أردنا أن نتحدث هنا عن السند القانوني لوجهة نظر الرئيس قيس سعيد، ألا يوجد مبررات قانونية؟ ويعني كما تعلم الرئيس قيس سعيد هو أستاذ في القانون الدستوري، أيعقل أن مبرراته القانونية ضعيفة أو تكاد لا تذكر؟ هنا المفارقة الأخرى، قيس سعيد بعدما أقسم على حماية الدستور وأتى بمقتضى دستور 2014، أول من تنكب وأدار الظهر لهذا الدستور هو الرئيس قيس سعيد الذي عطل العمل بهذا الدستور. هذا واحد. اثنين، يعني صدر مرسوم 117 الذي تم اعتماده يوم 22 سبتمبر الماضي من السنة الماضية، والذي ألغى به عمليا الدستور وجمع فيه السلطات كلها بيده. اليوم رد المجلس الأعلى للقضاء وكل القانونيين وخبراء الدستور في تونس والقوانين الدستورية يعتبرون أن كل هذه الخطوات هي خارج الدستور البلاد وخارج القانون، وهي من يعني في اتجاه واحد وبإرادة واحدة. وبالتالي الحقيقة لا يمكن اعتبار كل ما يقوم به قيس سعيد يعني مستند إلى أي بين قوسين قانون دستوري في البلاد، فضلا عن انه هو كل هذه السلطه التي يقودها اليوم هي سلطه خارج الشرعيه، باعتبار انه كل ما حصل منذ 25 يوليو هو انقلاب وتوابع لهذا الانقلاب، وبالتالي هو يفقد قانونيا الصفه الشرعيه ويفقد اخلاقيا الصفه كذلك الشرعيه ويفقد حتى شعبيا. قيس سعيد دعا انصاره لاول مره للتظاهر من اجل تمرير قضيه حل المجلس الاعلى للقضاء، ولكن شاهد العالم جميعا انه بضع مئات او دعنا نقول حتى عشرات هي التي خرجت البارحه في مسيرات كانت محتشمه جدا، رغم انه الجهات الداعيه لها كانت اكثر من 20 جهه داعيه بين احزاب ومنظمات اجتماعيه، في دلاله واضحه انه حتى على المستوى الشعبي لا يوجد حقيقة حاضنة لهذه القرارات، وإنما هي فقط خيارات يريدها قيس سعيد لذاته ومن أجل أن يثبت عور حكمه الانفرادي والتصدي. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا من اسطنبول عبر الهاتف الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلة، شكرا جزيلا لك.